بخطى ثابتة يتجه العراق إلى الانهيار المالي قريباً. بهذه الكلمات لخصت مجلة فورين بوليسي الأمريكية وضع البلاد الاقتصادي في ظل صراع سياسي محتد لتقاسم مقدرات العراقيين قبل حلول طوفان الإفلاس الذي يعني انهيار النظام السياسي المتهالك برمته وفقا لتقرير فورين بوليسي. انهيار العراق ماليا لن يكون حدثا هينا، فالمواطنون هم الضحية الأولى والكبرى لهذا الانهيار الوشيك كنتيجة متوقعة لنهب المال العام وإفراغ خزينة الدولة. فعلى مدى العقدين الماضيين سمحت الحكومات المتعاقبة لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر، مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية مهمتها الاستحواذ على عائدات النفط وتمريرها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات مقابل إضعاف القطاع الخاص، وهو ما أجبر المواطنين على الاعتماد على القطاع الحكومي بشكل كبير في كسب عيشهم عن طريق الوظائف ورواتب الرعاية الاجتماعية التي بات استمرار صرفها مقترنا باستمرار الاقتراض المالي. وبحسب تقارير حكومية فإن عدد العاملين في القطاع العام ارتفع إلى 3 أضعاف منذ عام 2004، كما ارتفعت الرواتب التي تدفعها الحكومة بنسبة 400% مما كانت عليه قبل 15 عاماً، والنتيجة هي أن العراق ملزم بتأمين 5 مليارات دولار شهرياً لدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى 2 ملياري دولار أخرى لتغطية الخدمات الأساسية وتكاليف التشغيل. مبالغ مالية ضخمة باتت السلطات عاجزة عن تأمينها بعد تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط التي تشكل أكثر من 90% من واردات العراق. ما يرجح قرب سيناريو الانهيار الاقتصادي هو التدهور السريع للدينار أمام الدولار وسط تحذيرات من موجة غلاء مقبلة في المواد والسلع الأساسية بعد أن سجل الدولار ارتفاعاً سريعاً في السوق العراقية وصل إلى 132 ألف دينار لكل 100 دولار. وتؤكد تقارير صحفية عديدة أن مافيات الفساد ما زالت تسيطر على مزاد بيع العملة الأجنبية، وهي من تدفع باتجاه ارتفاع سعر صرف الدولار لتحقيق أرباح خاصة بها، بينما لم تتخذ حكومة الكاظم منذ تنصيبها في أيار الماضي أي إجراء حقيقي للسيطرة على سعر صرف العملة أو وضع حد لسيطرة مافيات الفساد على واردات العراق الأخرى.